حصول الأجهزة الخاصة بمركز البيانات الوطني، هذه الأجهزة التي تعتبر اللبنة الأساسية لتقديم الخدمة السحابية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وبمواصفات عالمية عالية الجودة، ستحدث هذه الأجهزة نقلة نوعية في تطور مشروع الحكومة الإلكترونية. نحن الآن بصدد إكمال الأعمال المدنية ليتم نصب هذه الأجهزة قريبا، وإن شاء الله سنبدأ بالتشغيل التجريبي وإطلاق أول خدمة إلكترونية عبر السحابة الوطنية خلال في غضون الأشهر القليلة المقبلة.